السلام عليكم البنات، كوكو لي في، واش رايكم؟ جيسبيغ راكم اليوم بيان، راكم فاطرين، شربتوا قهيوه، فطرتوا. واش نقول لكم؟ اليوم درت هاد لا فيديو سبيسيال باش نهنيكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير وعيد مبروك، والى كل الشعب الجزائري والى كل خاصه الى كل الامه الاسلاميه، ان شاء الله تكون بخير وعلى خير، وربي ان شاء الله يرفع علينا هاد الوباء ونكونوا ديما فرحانين، واللي مريض ربي يشافيه، واللي بعيد على اهله الله يقربوا لاهله، وان شاء الله تكونوا ديما بخير وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله يا ربي يا ربي هذا العيد ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والفرحه ان شاء الله، وربي يرفع علينا الوباء، ونهني كل الشعب الجزائري ثانيه مره، ونقول الى عائلتي في سيدي بلعباس، الى امي الحنونه امي الحبيبه، نقول هذه توحشتك بزاف بزاف، انا عندي 3 سنين ما شفتكش، ان شاء الله نشوفك عن قريب، ونتمنى لها الشفاء العاجل يا ربي، وربي يبارك لها في عمرها، ونقول لها كل عام وهي بخير ان شاء الله، والى كل عائله عبار وعائلة شمنتل وعائلة وراد وكل الأحباب والأقارب وكل من يسال علينا، إن شاء الله نتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. شكرا حبيبتي ربيعة على الضيافة، وإن شاء الله تكوني ديما بخير وفرحانة كيما لميتينا، ربي يفرحك إن شاء الله، ونقول لك تاني عيدك مبروك، وميرسي ميرسي بوكو على الضيافة، كيما نحيتي على خاطرنا صافي دو موا ودمي تاع كونفينمون، ما خرجناش وما تلايمناش، كيما لايمتينا اليوم، ربي يلم الشمل تاعك إن شاء الله، وإن شاء الله تكوني ديما فرحانة، وربي يلم الشمل تاعك تاني. امين يا رب العالمين. انا تاني اختي راني فرحانه بكم، كي لميتكم اليوم ولمينا الشمل، وهذا عيد سعيد مبروك كاع تو الموند، وهذه دو موا تاع كونفينمون كنا واحد ما يشوف الاخر، جا اليوم ربي طلق لنا السراح باش واحد يشوف الاخر. واش نقول اختي، انا فرحانه فرحانه بزاف، راكو عندي ولميتو عليا الشمل، ميرسي بوكو، وليداتنا راهم غايبين، ميرسي بوكو، اش غادي نقول لك، ربي يلم الشمل ان شاء الله، ربي يلم الشمل، وهذا عيد سعيد، وربي يلم خرج لنا الوفاء. ما تبكيش حبيبتي، ان شاء الله ربي يلم الشمل تاعك تاني، وان شاء الله تشوفي اولادك عن قريب يا ربي ان شاء الله، وان شاء الله تكوني ديما سعيده كيما احنا تاني فرحتينا، احنا تاني جينا عمرنا عليك الدار، وان شاء الله يكون فعل تاع خير، وربي ان شاء الله تشوفي لي بتي زونفون تاعك عن قريب ان شاء الله. انا ما تبكيش حبيبتي، ما تبكيش، امين، وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نكونوا خير من السنه ونكونوا ملمومين ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، وتحياتي الخالصه وعيد مبارك الى عائله وراد وعائله شمنتل، سونز اوبليي لو بابا تاع ربيعه. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ليندا انت ميساج سلام، جمسيت une bonne fête de l'Aïd à ma mamie et à ma famille de Sidi Belaabès et de Istres. Passez une bonne fête et profitez bien. Bye bye, bisous. Et surtout à mamie Jamila et la famille Bertolino, Rimmel, Eric et Chérine. اي ان شاء الله الى مختي ان شاء الله ربي يجيب لها الشفاء يا رب ان شاء الله. الو ليندا ام تي ميساج و ام تي كوكو سلام جيسبيغ بيان جو سويت اون بون فيت دو لايد سورتو ا ما فامي دو سيدي بلعباس ان بارتيكولي مامي اي ميزون ا ما فامي دو ايست اي جو سويت اون بون نير بيزو بيزو يا لا فامي بيرتولينو اي خالتي نقول لها إلهام إن شاء الله ربي يشافيها ويعافيها إن شاء الله ويخليها لوليداتها، سلام سلام إلى كل الشعب الجزائري ثاني وثالث ورابع وعاشر، وإلى كل الأمة الإسلامية، وإلى الشعب المغربي والشعب التونسي والشعب الليبي وكل الأمة الإسلامية، سلام. بون لي في كيما كنت تشوفوا رانا عند الأخت ربيعة،
malgré Gina Andha, mais on garde toujours les barrières de sécurité. كما كتشوفوا جينا وتغافرنا مي والله ما تسلمنا ما نتقربين بعضنا بعض رانا مقادين لي ديستانس تاع 1 متر الحمد لله ما شاء الله دارها كبيره سي بور سولا تلايمنا عندها عند الاخت ربيعه دونك حبيت نوضح لكم باش نتوما ثاني ان شاء الله ابري لو كونفينمون فو غاردي اي فو كو فو غاردي توجور لي ديستانس دو سيكوريتي باسكو سي تري امبورطون باسكو هاد لا مالادي الي vraiment vraiment grave. Kalima Ortnazia c'est alhamdoulillah le mohim hawlou باش vous éviter au maximum le contact. Ouais. C'est très très important parce que c'est un virus qui est très très méchant. Voilà. Ma nhechmouch baadna baad hadi khoutek ou la mouk ou la habibtek ou la lama salamtich aliha ça veut pas dire que ma tbghihach ma tbghihach non ça veut rien dire le mohim même de loin njmou ntlaqou hbabna ou nchoufouhom voilà voilà mchi on va pas couper le contact voilà voilà on garde toujours le contact mais on fait très attention si wahed yhcham ou da yghafer ou la yslem non non ça le mohim mohim hadi كي حبيت نوصل لكم الميساج سيتو مرحبا بك اخت نزيهة عندنا وعند الاخت تاعنا ربيعه هل من كلمه بمناسبه عيد الفطر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دابور جو ريميرسي نشكر ربيعه اللي ربي يحفظها ويحفظها وليداتها فتحت لنا باب البيت تاعها امين ان شاء الله كل هذا يكون في ميزان الحسنات ان شاء الله يا رب سي باسكو رانا في الغربه اي فريمون سي تري امبورطون دو سو ريتروفي افيك لي بيرسون كون ايم بيان سي جونتي كيما سعاد حبيبتنا واختنا وربيعه راها اختنا امام الله ربي يحفظك ربي يحفظك نتمنى عيد سعيد كريم لكل الامه المسلمه ان شاء الله ليكم وللاهل تاعنا واهلكم كذلك انت زاده نتمنى ان شاء الله على لوكازيون دو العيد الفطر نتمنى ان شاء الله ربي يرفع على الامه وخاصه الامه المسلمه هذا الوباء والبلاء ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي ويحفظ بلادنا المسلمين وخاصه بلادنا الجزائر اللي عزيزه علينا الحبيبه الحنونه بزاف ونبغوها بزاف 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 ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي وش نقول لكم بلغي السلام الحار للاهل وي نسلم عليهم كاع نتمنى لهم عيد سعيد كريم و سورتو مون بابا مون شير بابا كو جادور بوكو الحاج عده حنا بن بغداد حنا ثاني نبلغوا بالدور تاعي نبلغ له السلام الحار ان شاء الله ليه والحاجة وي بيان سور مون بابا اي ماما ان شاء الله لانا متوحشينهم ان شاء الله والاخت جميله ان شاء الله نتلاقوا والاخت والاخت ماما والاخت ماما وماما ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله قبل العام الجاي ان شاء الله Je remercie encore Rabia pour l'accueil. Voilà, كل عام نتوما بخير وكل الامه المسلمه ان شاء الله والجزائر بلادنا ان شاء الله بخير ان شاء الله يا ربي وان شاء الله نتمنوا ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وربي يشفي كل مريض ان شاء الله امين يا رب العالمين وربي يلم الشمل الجميع ان شاء الله ونقول لكم pour une prochaine vidéo سلام